من الأنشطة اللي عم بتصير بالبلد لتدير الإبداع وكمان منح جوائز كانت جائزة الجدرجة 22 لطلبة العمارة بلبنان. معنا بالاستوديو دكتور حبيب إبراهيم صادر، استاذ محاضر بالجامعة اللبنانية ورئيس مؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دكتور. مؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع، أول شيء خلينا نقسمها، نبلش بمؤسسة الجدرجي. خبرنا أكثر عن المؤسسة وعن المؤسس تبعها الراحل رفعت. مؤسسة الجدرجي انطلقت من 20 سنة، يعني بعد إطلاق الجائزة بسنتين. الجائزة انطلقت بال2000 وتأسست الجمعية حتى مش بترافق الجائزة بقدر ما كانت مؤسسة هي تسعى إلى البعد الاجتماعي للعمارة وإلى اعتبار العمارة حق من حقوق الإنسان وتسعى إلى تأمين ما يسمى حق الإنسان بأن يعيش في بيئة عمرانية جميلة سليمة تحقق حاجاته. شاركنا بأكثر من نشاط نحن خارج الجائزة اللي لهم علاقة بتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية داخل نقابة المهندسين، داخل مؤسسات المجتمع المدني، إن كان على مستوى الجامعات أو إن كان على مستوى نشاط مثل إعلام بيروت أخيرا. هلأ بما يتعلق رفعت الجدرجي كشخصية، نحن التقينا برفعت بالتسعينات بعد نهاية الحرب الأهلية، ورفعت من المفكرين المعماريين العرب المتميزين الذين نظروا للعمارة وكتب في العمارة وتحدث فلسفة العمارة باللغة العربية، وكان عم ينقل نوع من هم نحن بنسميه كمن يلقي بحجر كبير في مستنقع الركود. فحفز هذا النقاش، حفز الشغل على هذا الفكر المعماري الذي له علاقة بقضايانا على مستوى المشرق العربي وعلى مستوى منطقتنا. بنفس الوقت كان هم رفعت انه يقدر يطلق مبادرة من خلال الجائزة، واللي بيعتبر انه يتبدأ الحلول من خلال الطلاب، من خلال الجيل المستقبل القادم. فكان الهدف اطلاق هذه الجائزة، وانا بشكر رفعت الراحل، بشكر زوجته بلقيس شرارة اللي هي لبنانية الاصل، بنت الكاتب، بتكمل بالرسالة تبع خص لبنان بأنه يقدم هذه الجائزة. وهذه الجائزة أسسها على مدى 25 سنة، يعني بتخلص بعد 3 سنين المرحلة الأولى، ونحن ومؤسسة الجدرجي الأم بالعراق رح نستكمل 10 سنين بعد منها، واليوم في اتجاه أكثر لحتى يتوسع جهدنا ونشاطنا. بس بهمني أختم بهذه الفقرة أنه رفعت الإنسان سعى بشكل كتير جدي على مستوى إنتاجه المعماري، ولن أقيمه هون لأنه هذا كل زمن وإله عمارته وإله قيمته وإله الأخري. رفعت مع مجموعة من الرواد العرب أمثال حسن فتحي، أمثال محمد مكية، أمثال عاصم سلام، أمثال بيير خوري، العديد والعديد من المعماريين العرب واللبنانيين الذين ساهموا في، إذا بدي سميه أنا، نوع من التنوير العمراني على مستوى عالمنا. وأهم شيء ركز عليه رفعت هو أن يعل المواطن العربي حقه في عمارة جيدة، في عمارة جميلة تؤمن له متعة العيش في فضاءاته. يعني نشيل فكرة أنه العيش أو تأمين مكان للعيش هي بس فكرة بدائية، أنه الإنسان لازم يلاقي محل يعيش، ولكن كمان تكون رفاهية للإنسان تستمتع فيها وتوعي أنه فيك تستمتع بالمحل اللي عم تعيش فيه. هذا الهدف، يمكن الرسالة. وصحيح هو في ثلاثية ذهبية معتمدة عند رفعت الجدرجي، أنه العمارة هي تعتبر بعد تأمين الغذاء هو المأوى، والمأوى تطورت علاقة الإنسان معه منذ بدء تاريخ الإنساني إلى اليوم، من الكهف من المأوى الجاهز إلى 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 صناعة مكان الحياة. مكان الحياة بالسكن والعمل واللهو إذا بنسميها أو الترفيه. فالعمارة بدها تحقق ثلاث حاجات رئيسية، هي الحاجة المباشرة، الحاجة المباشرة يعني اللي بتتحول لوظائف الحياة. اثنين، عندك رمزية الوجود،
يعني رمزية الوجود المرتبطة بالجغرافيا، بالمناخ، بالعادات، بالتقاليد، بال 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 بالثقافات، واللي بتعكس احيانا نحن بنسميها هوية. بتصير هوية جماعة، لانه انتبه العمارة هي ظاهرة مرتبطة بحياة الانسان، هي ليست خارج الانسان. العمارة هي فإذا ظاهرة منفصلة عن الطبيعة، هي ظاهرة إنسانية ولدت مع الإنسان، تماهت مع الطبيعة باعتبار الطبيعة هي الجسد الذي يمثل روح الإنسان. انطلاقا من هون اجت العمارة لحتى تكون ظاهرة على المعماري أن يمتلك قدرات علمية، قدرات معرفية، قدرات ثقافية، وبنفس الوقت قدرات فنية، كلها بخضعها في خدمة تحقيق حاجات الإنسان، ما قلت لك الوظائف الحياتية والرمزية والحاجة النفسية السيكولوجية اللي هي الشعور بحاجة الجمال، وأصبح دماغنا متأصل في حاجته للجمال. وهذه مسألة جدا أولوية اليوم بعصرنا، وهذه عم نفقدها نحن، لأنه هموم الحياة كسرتنا. الفساد اللي بنعيشه مش بس ببلدنا، الطبقية، الانقسام، الانفصام اللي عم يحصل أدى إلى الناس أنه تقبل بالحد الأدنى مجرد سقف، بطلت بحاجة إلى تحقيق المتطلبات الأساسية. دكتور، هلأ ما بدنا نتوسع كتير بهذا الموضوع لأنه الجايزة الموضوع اللي بدنا نحكي عنه، ولكن أنا كتير بيهمني هذا الموضوع وبعتقد كتير عالم بيهمه، فبدي أطرح عليك بعد سؤال. بس نمشي بشوارع بيروت منلاقي كتير بنايات قدمة، ومنلاقي بالبناية القديمة دايما عندك عمار ميز، إن كان قناطر إن كان شيء قديم، ومنلاحظ في كتير بنايات ما عم بيكون في اهتمام عليهم، يعني إن كانت عم تتدمر كرمال تطلع بنية جديدة محلها، أو إن كانت مهملة ومهجورة. هيدي كمان بتعكس صورة عن العمارة بالمدينة عنا. هو في سجال، هناك سجال لا ينتهي بالموقف من الـ السياق التاريخي للتشكلات المدينية. نحن بإعلام بيروت وبمؤسسة الجرجلة لأنه بادرنا، وبإعلام بيروت الذي ناقش بعد انفجار أربعة بجزء منه هذه الحيثية، يعني كان بالمحاور اللي ناقشها اللي هو التاريخ العمراني لمدينة بيروت. في شيء بدنا ناخده بالاعتبار، بيروت مدينة متميزة لأنه هي بيروت. بيروت ما بتعكس صورة الجماعات اللي فيها، بيروت بتعكس مراحل تاريخية مرت فيها كل شبكات الثقافات المحلية. انطلاقا من هون بيروت بمرحلة الحكم العثماني وبعد منها الانتداب الفرنسي، البعض الذي يفضل أن يسميها العمارة الكولونيالية التي كانت مأثرة كتير بفترة بالستايل العثماني وبالستايل الفرنسي أو بتأثيراته الاستشراقية. بعدين مراحل الاستقلال، مراحل الثانية الخمسينات، الستينات، السبعينات إلى آخره. بمعنى آخر هذه مدينة تعكس قيم مراحلها الاقتصادية والاجتماعية التي مرت فيها، وكيف تعامل أهل المدينة وأنتجوا عمران وفهم للحياة في هذا الزمن أو ذاك. المسألة مش مسألة تاريخ طوائف البلد مثل كما يحلو للبعض، مش صحيح هذا الكلام. هذه مدينة، هي مدينة متراكمة منذ 1800 قبل الميلاد التي بينتها الحفريات الأثرية، وكل مرحلة عم تعبر عن زمن. هذا الزمن في تعدد ثقافي، في تعدد اقتصادي، في تعدد تقليدي ديني إلى آخره. مبدئيا بيروت ليست هويتها مرتبطة بمكان، بيروت هويتها إنها بيروت يحس جامع. كل من يأتي إليها بأن له قطعة في هذه المدينة، لأنها مدينة تحاكي عالمها العربي ومحيطها، ولأنها مدينة تحاكي حوض البحر المتوسط، ولأنها مدينة تحاكي الحداثة، وهي مدينة كذلك تحاكي الأصالة. فهي مزيج لتصبح بيروت. وبيروت فيها ميزة، بيروت لم يعد فيها مدينة داخل أسوارها، لأنه عندما انطلقت فكرة المرفأ من 1830 أو 38 واللي هي مع مرفأ الإسكندرية أيام محمد علي باشا واللي أطلقها، بعدين إجوا العثمانيين والإنجليز حققوا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكرة المرفأ، صارت تحولت هذه المدينة
وخرجت من أسوارها وبنت أحياء نعتبرها اليوم أحياء تراثية بتمثل 35% من العمران المادي الموجود. فإذا هذا بده رؤى، لأنه هذا يصبح جزء من الثروة الوطنية ببلدنا مع المدن التاريخية الأخرى. وهذه قضية وطنية مش بس معنية فيها بيروت، بس في ملاحظة أنه بيروت من المدن القليلة في العالم التي يوجد فيها بسموها آثار مدينية أوربان أركيولوجي، فيها تراث عمراني تاريخي وتقليدي ومحلي، وفيها عمران حديث معاصر. فإذا مدينة متراكمة فيها مش قصة الجبل البحر والثلج والآخري، التاريخ منذ بدايات الإنسان موجود في بقعة بإمكانك أن تراها في صورة المدينة حينما تنتقل في أحيائها لترى كيف سالت الحياة وكيف تسيل اليوم. يعني دكتور بعتقد هذا موضوع كتير موسع لازم حلقة لحاله. لا هذا هو واحد من أهداف عم تقلي هذا واحد من أهداف مؤسسة الجدرجي، السعي مع المؤسسات الأكاديمية والرسمية وبشكل خاص نقابة المهندسين لدور الرائد بهذا المجال. جائزة الجدرجي هي كمان لطلبة العمارة في لبنان اللي بتقدر هدول الأشياء وبتقدر التلاميذ اللي عم بيبتكروا أو عم بيبيعطوا أفكار بتساعد هيدي الرؤية. خبرنا أكثر عن هيدي الجائزة. أول شيء بهالمناسبة بدي أتقدم بالشكر بشكل رئيسي للجامعات، لأنه الجهد الجامعات هو للعمل على والمثابرة على مبادئ الجائزة وعلى تخصيص عدد من يعني من مشاريع طلابها بهذا الاتجاه، هو اللي ساهم في عملية التغذية والتطور اللي حصل بالجائزة لتصبح اليوم ميزان حرارة الواقع التعليمي ببلدنا بموضوع العمارة، بيعكس كيف الجامعات تقارب بالنسبة للجامعات لتوازن حالها مع الجامعات الأخرى، ولحتال تشوف كيف نقارب مشاريع التخرج، كيف نعالج، كيف نختار، كيف نصل إلى المحصلات المعمارية. وهذه كلها أفكار ببعدها الفكري والفلسفي العمراني. بشكل خاص شكر لنقابة المهندسين لأنه هي التي تنظم الجائزة بالتعاون مع مؤسسة الجدرجي. هلأ الشيء الأساسي بجائزة الجدرجي هي التركيز على المواضيع الإشكالية ببعدها الاجتماعي التي تشكل حاجات اجتماعية واللي بيتم اختيارها وتحديدها من قبل الجامعات، يعني ما بتخضع إلى تقييم. الجامعات هي تقدم المشاريع التي تعتبرها بتمثل أهداف الجائزة واللي هي بشكل رئيسي أن يكون المشروع ذا بعد اجتماعي يعالج قضية. حتى ما هو ما فينا نجي نقول في عمارة اجتماعية وعمارة مش اجتماعية، كل فعل إنساني هو فعل اجتماعي، بس ما هي المشاريع اللي تقارب تحديات أكثر وقضايا بشكل نفس الوقت التي تركز على الدور المسؤول للمعمار، لأنه المعماري له دوره الاجتماعي أكيد له دوره المسؤول. اليوم ما ينتج من عمارة يتحكم في صورة المكان الذي نعيش فيه، يعني المعماري يتحمل مسؤولية رئيسية في التلوث العمراني الذي يحصل، في التلوث البصري، في تلوث ممكن يؤدي إلى تردي في الواقع الأخلاقي حتى. يعني المناطق المنهارة صحيح في تغول عند الرأس المال أحيانا وينتج عمارة فاسدة وبصير في فوضى عمرانية، بس كمان أحيان كتيرة هذا الدور المسؤول لما بيغيب عند المعمار يصبح هناك عمارة فاسدة. دكتور شفنا صور قطعوا كانوا عن الجائزة وتسليم الجوائز اللي كانوا بين 1 و2 تموز بال 2022، شارك 16 مشروع من 8 كليات معمارية، ربحت المرتبة الأولى بيرلا ناصر خوري من أكاديمية الفنون ألبا، الثاني كريستين فارس من الجامعة اللبنانية كلية الفنون والعمارة، الثاني كريستا ماريا لحويك الجامعة اللبنانية الأمريكية، والثالث وائل ظاهر جامعة العزم. يعني من كل جامعة أخذتوا حدا، هل بتلاقي في فرق؟ مش أخذنا النتيجة أكيد أخذنا، قصدي يعني طلعت النتيجة بس لحدا، بس هي شغلة مهمة هالتنوع أكيد. ما هو أنا بدي أسأل، لو في جائزة خاصة يعني التنويه بلارا مرتضى، لارا مرتضى من جامعة خاص الجامعة الأمريكية، لأنه الموضوع يعني اللي طرحته والمقاربة كانت جدية. هون بدي أسألك دكتور، لأنه حكينا عن الهوية المعمارية اللي هي بتكون مرتبطة ببلد أوقات أو مرتبطة بمدينة، هل كمان بتلاقوا هوية مرتبطة بطالب أو بجامعة أو بأي طريقة بتشوفوها؟ الجامعة ما بتصنع هوية، لكن الجامعة
بتسلح المعماريين بالأدوات الصحيحة واللي بيقدر يستعين فيها في إنتاجه المعماري. هي اللي بتأهله بثقافته بمعرفته بعلومه بقدراته الفنية إنه ينتج عمارة بالدرجة الأولى تحترم بيئته. تحترم بيئته مش عطول بالمنطق العصبي انه يكون عندنا عنصرية لأمي او لمكان او لدين او لكذا، لا، تحترم بيئته، تحترم مجتمعه اللي عم ينتج العمارة بالدرجة الاولى. تحترم خصوصيات المكان، جغرافيا والمناخ، وان تكون عمارة اللي بنطلع عليها، ان تكون عمارة مجدية بكلفة منطقية وتحافظ على البيئة وتحافظ على العمارة التي المستدامة بحياة الناس، مش انه نروح الى خيارات مكلفة بالاقتصاد ومكلفة بالبيئة. وهذا شيء عم يحصل عنه. يعني وانطلاق من هون نحن بإعلان بيروت العمراني مثلا. لما سعينا مع الجامعات إعلان بيروت العمراني لأنه ما بقى معنا كتير وقت ولازم كمان نضوي على هذا الموضوع. نحن كان كمؤسسة جدرج يعني أنا مثل ما بقوله كان لنا دور رئيسي مع كليات العمارة بلبنان مع نقابة المهندسين بإطلاق هذه المبادرة بعد 4 أيام من انفجار 4 قبل الكارثة. فبادرنا ودرنا نوصل إلى مرحلة شارك فيها كل كليات العمارة بلبنان من خلال 70-75 باحث ومختص بخمس محاور اللي حكيت عنه: تاريخ المدينة وإعادة صياغة المدينة انطلاقا من تاريخ مراحلها مش تاريخ شعوبها مثل كما يحلو للبعض. ورجعنا حكينا عن الانقسام اللي حاصل بعد سلسلة السياسات اللي أحيانا تركت أثار سلبية على المدينة من اتجاهات ليبرالية قدرت طردت فئات اجتماعية كبيرة من المدينة ومن عاصمتها ومن مركزها، والعودة إلى إعادة صياغة مدينة الطبقة المتوسطة بوسطها بالمحيط الانفجار. وهذا كان في محور اجتماعي، وهذا المحور كان دوره الرئيسي هو العمل على إعادة خياطة عناصر المدينة. المحور الثالث هو الفكرة العامة والرؤية لأي مدينة نريد. الفكرة الرابعة اللي كنت أنت عم تسأل عنها هي مسألة التراث العمراني. ما ممكن بيروت تقوم من دون طبقاتها، ووحدة من طبقاتها الأساسية هو إرثها المعماري، وهو إرث صحيح بني بالفترة الفرنسية أو العثمانية، ولكن هو إرث محلي. نحن بنسميه العمارة المحلية البيروتية لأنه حرفتها، موادها، المنطلية العقلية اللي تحكمت فيها هي عاداتها للمدينة. الشيء الأخير اللي هو إدارة العمران بعد. هلأ نحن بمبادرة من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود نحن هلأ انطلقنا للمرحلة الثانية وأطلقنا كتاب إعلان بيروت، واللي كان بجهد كتير مميز من من المركز الثقافي البريطاني بالتعاون مع جمعية بلادي واللي مولوا النسخة الأساسية، يعني هلأ لي 100 نسخة وصار موجود إلكترونيا في إمكانية ليستفيدوا منه كل الناس طلاب وغيرهم. وبنفس الوقت درنا انطلقنا للمرحلة الثانية. اليوم نحن بإطار أنه الجامعات وبلدية بيروت من خلال مبادرة المحافظ نشتغل على القضايا القطاعية ببيروت: النقل، السكن، التراث، الأسواق، الواجهة البحرية، وعلى المشاريع الخاصة التي ذات حساسية عامة أساسية اللي هن الحيز العام، يعني المناطق العامة، النقل، محطات النقل، الأسواق والسكن إلى آخره، والمرفأ وغيره. وهذا برنامج رح يمتد لسنتين بين إذا الله راد بين محافظ بيروت والبلدية و مجموعة الجامعات ومؤسسة الجدرجي ونقابة المهندسين. يعني دكتور يعطيكم ألف عافية بمؤسسة الجدرجي وحتى بكل الأشياء اللي عم تشتغلوا عليها، وإن شاء الله بيكون في عنا إطلالات تانية تنحكي عن مشاريع مستقبلية كبيرة. أنا بدي أشكر حضورك دكتور حبيب إبراهيم صادق، أستاذ ومحاضر بالجامعة اللبنانية ورئيس مؤسسة الجدرجي من أجل العمارة والمجتمع. أنا بشكركم لأنكم أنتم كنتوا خير رفيق بمسيرتنا، لأنه هي مش أول مرة بالتحديد بهذه المواضيع. كل الشكر وكل التحية لهذه المؤسسة وبشكل خاص للعاملين الذين نعتبرهم شركاء، لأن نحن بكل عملنا متطوعين أكيد. وأنا بعتقد بهذا الواقع كمان نحن صرنا
متطوعين في عمل. يعني كل واحد بيعمل كمان قد ما بيقدر وبيجرب يوصل الفكرة. ميرسي كتير لك دكتور وبكل التوفيق إن شاء الله. شكر لك. أحلى صباح بيكمل ولكن بعد بريك قصير.